أهلا ومرحبا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. دخلت قافلة مساعدات أممية عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا شمال إدلب، هي الأولى بعد توقف دخول المساعدات لأكثر من شهرين. وأفاد مراسل حلب اليوم بأن القافلة التي دخلت اليوم الثلاثاء تضم 17 شاحنة تضم أدوية ومستهلكات طبية ومستلزمات خيام، ويأتي دخولها ضمن الاتفاق الذي أعلنت عنه الأمم المتحدة مع مكتب التنسيق الإنساني في إدلب. أصيب مدنيين اثنين بجروح إثر قصف مدفعي لسلطة الأسد استهدف المزارعين في بلدة الفطيرة جنوب إدلب. وقال الدفاع المدني السوري إن سلطة الأسد استهدفت المزارعين أثناء عملهم بقطاف التين في بلدة الفطيرة، هذا وتستمر سلطة الأسد باستهداف قرى وبلدات جبل الزاوية. أعلنت الاستخبارات التركية تحييد القيادية في يبيجي أومان درويش، وهي المسؤولة عن العمليات في منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون. وبحسب وكالة الأناضول فإن درويش تم تحييدها في منطقة منبت شرق حلب، وكانت مسؤولة أيضا عن تنفيذ عمليات في المدن الكبرى بتركيا، وأشرفت على تنظيم العمليات المخطط لها. خرج أهالي القامشلي شمال الحسكة في وقفة احتجاجية لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على رفع قصد لأسعار الوقود. وطالب الأهالي قصد بإلغاء قرار رفع أسعار الوقود ضمن إضراب تشهده المدينة وعدة مناطق أخرى في شمال شرق سوريا. شهدت محافظة السويداء تحركات جديدة لقوات الأسد في الريفين الشمالي والغربي للمحافظة. وبحسب موقع السويداء 24 فإن عدة نقاط عسكرية كانت تتوزع على أطراف وادي اللوى شمال السويداء انسحبت وتمركزت في ثلاث نقاط رئيسية بذات المنطقة، وانسحبت عدة نقاط أخرى غرب السويداء، ثم أعادت تجميع عناصرها وآلياتها في نقاط أخرى. نهاية الموجز، إلى اللقاء.